ربي صلي علي وسلم. يا ربي صلي علي وسلم. يا ربي صلي على محمد. الجنة النعيم حسن لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا. صلى الله عليه. أصلي الأنفاق والبركات على ما أنا له وأولى. اللهم صل وسلم عليه. وصلي بحمد موارده السائحة الهنية. صلى الله عليه. بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد همدت خصاله السنية. صلى الله عليه. بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء العليا. وبدر بدره في جدين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. عطر اللهم كبره الكريم بعرف شديم الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية. صلى الله عليه. وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه. اللهم صل وسلم عليه. نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزارية. صلى الله. وسمه إلى وضعته محمدا لأنه ستر مدعوك. لما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية. صلى الله عليه. توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله. اللهم صل وسلم. وكان قد اجتزى بأخواله بني علي من الطائفة النجارية. صلى الله. أخذها المحال فغلله صلى الله عليه وسلم. ورعية لألا أسنى. ومحياك الشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء. صلى الله.
ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وزدها لمن كانت تعظمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه اللهم صل وسلم وبارك عليه وظهر عند ولادته حوارق وعرائب عيبية إرحاص للنبوة وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتبى ورجوا أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله عن الحرم وحماه عاطي اللهم كبراه الكريم بعرف الشهيم الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه أيام ثم أرضعته ثويبة الأسلامية التي أعتق أبو لهبه وافطأ عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى أرضعته مع ابنها مسروه وأبي سلمى وهي به هفية فرز سعد برداشها الهني ووشا عاطي اللهم كبره القريب بعرف شديد الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم الشباب الصبي في شهر بعناية ربانية صلى الله عليه فقام على قدمي في 3 ومشى في 5 وقويت في 9 من الشهر بفصيح النطق قوى اللهم صل وسلم أنه أسلمت أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية صلى الله عليه وقد عداهما في الصحابة جمع من ثقات الرواة عشان أفضل محمد Wabodeo wa mona Sifa
Amina. Maziwa mwema mtume na rijue pia rime. Hanikiwa wa utume yo sifa njema ndume. Sala njema. Sala njema na salamu mtume Bani Hashim. Allahumma salli wa sallim wa yubarik alayhi. Walamma balagha alayhi salatu wa salamu arba'ina سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم عاد فوافتها أبو الأبواء أو بشرد العجون الوفاة مهدرت به إلى مكة خوفا عليه من أهل الدين اليهودية فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بسرى عاتل الله كان النبوة في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لا السابقية صلى الله عليه وتقدم على رسالتي بالبشارة والنذارة لمن دعا عدل الله القلب اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه واول من امن به من الرجال ابو بكر صاحب الغار والصديق يا خديجة التي ثبت الله بها قلبه وأخرج الله من أسلافهم ما يتولى عاتل الله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد.
نظر إلى شاطف البيت قد خلفها الجهد عن الرعية فاستأذنها في حلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأسدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات الصنية صلى الله عليه مربوع القامة أبيض اللون مشربا بخمرة واسع العينين أكهلهما أهدب الأشفار قد مني زججا حاجبا اللهم صل وسلم ويبارك عليه وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يحسف نعله ويركع ثوبه ويحلب شأته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية صلى الله عليه ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضعهم ويشيع جنائزهم ولا يهقر فقيرا أدفعه الفقر وأشوى اللهم صل وسلم وهنا وقف بنا جواد المكال عن التراد في الحلبة البيانية صلى الله وبلغ الإيضاء للإمام في فدافذ الإيضاء المنتهى عطر اللهم كبره الكريم بحرف شذي من صلاة وتسليم يكف العبد كفا يا من تنزع في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يعرج غيره ولا يعول على سواه يا من استناد الأنام إلى قدرة القيومية أفضل الصلوات وتمه تسليما على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
بهالامور انتم تتعطوا فيها.